الحياة كلها مبنية على علاقات، قصص حلوة، قصص بشعة. أوقات القصص الصغيرة هي اللي بتفرحنا أكتر شي بالعلاقة، وأوقات في قصص صغيرة تانية فيها تجرحنا وتدمر لنا عالم بكامله. كان عندي حشرية أعرف إذا العلاقات دائمة. ليش الإنسان بيخون؟ ليش بيضطر يخون أوقات؟ في كتير أسئلة بسألون لحالي، بس اليوم قررت أطلع من عالمي وأسمع غير وجهة نظر. مش هيك حبيت أحكي مع رفيق، أنا وياه منتفق على كتير مواضيع، بس ما كنت أكيدة إذا اليوم رح نلتقى على نقطة معينة. جوي حدا على العميانة بوثق بالبوينت اوف فيو تبعه. برافو. أنا بس أول ما قالت عن الريليشن شيبس هو رح يكون الموضوع، أنا كتير تحمست لأنه دايما فول آن بهول المواضيع وبحب أحكي بهول المواضيع، وبستغني الفرصة أنه مع أصدقائي وبهيك محل لذيذ حتى لي فعلا أحكي ما كأنه عم بحكي على كاميرا. متجوز؟ خاطب؟ لا الحمد لله. لا سينجل؟ ديفورست؟ ديفورست سينجل كوميتد. متجوز وعندي صبي اسمه بيير. بيكون اتس كومبليكيتد. وعيد امي العرفه. يلا جايز واحد اثنين اثنين ونص عتلاتي. You have to go in deep. ثلاثة. Okay. Are you ready to answer me? I am. Honestly? Okay. شارل انت بي relationship ولا single? Single. شي مرة خنت؟ نعم. شي مرة انخنت؟ نعم. اوكي شارل، snap out of it. Wake up. Hi guys. كيفكم؟ تمام؟ كنت منيح؟ حسيت بشي؟ لا، أبداً. كنت مرتاح. كنت مرتاح؟ This is what matters. So, sorry. بس مش قادرة بقى اتضحك. طلع فيك بدي اتضحك. بعرف بضحك. أنا بس طلع على المراية بخش. Do you think it's hard to date nowadays? It's very, very hard. أنا برأيي. هي the idea of dating لا منا صعبة. في واحد they can date بس إنه هيك بالعشوائي like dating. بس the real meaning of dating إيه صعب، خصوصا هلأ بأيامنا، لأنه نلاقي حدا راضي فينا وفيز فيرسا كمان على فترة معينة، وبعدين بصير لازم يجي التغيير، وهون بتكون أنت ببقى يعني disappointed إذا بدك من الموقف. عم نحكي عن تغييرات كبيرة بتكون ربيت معك بطبعك. هو a relationship is based usually على إنه إذا بدك اقبلك مثل ما أنت، ارضى فيك مثل ما انت. صح، as long as انا ما عم ضايقك ب ب ب لك personally بشي. Yes. Why? ايه انا كنت صعب لقلي ايه لا it's difficult. كتير صعب. I'm a dancer. So شاب بشوف واو شو هيدا، يلا بتحش عليها اكيد هيدا بتعطيني البنتية. So لا. Sex is becoming more easy to find and love more harder to find in general. الشباب زعران كتير. إذا بدي أسألك in a relationship، اوكي شو هن القصص الصغيره يلي اوقات بتكون كتير صغيره بس بتحس انه لإلك اتس انف بهيدي الريليشن شيب وانا بتخليني اكون مبسوط لكون بهيدي الريليشن شيب، واوقات بيكونوا قصص كتير سمبل صغار. As long as حدا من الباز بيحب البارتنر تبعه، شو بيعمل وشو بيشتغل وكيف بيفكر وشو الادكيشن ليفل تبعه، واذا بيحترم البارتنر ولا لا، انا بالنسبه لي هيدا كافي. بس هيدا كافي فور long relationship. انك تحترم البارتنر of course. لازم من الاول الواحد يكون ما انه فايت بعلاقه وحاطط expectations انه هيك لازم تصير.
يعني العلاقة منا ما بتغير لا الشاب ولا البنت، العلاقة هي مشي حد بارالال مش عندي بخطة لو مين ما كنت تكوني، والعكس صحيح دايما. أنا دايما بقول إنه العلاقة هي مثل ترين، في واحد عم بيسوق وواحد حده تاني عم بيسوق إذا بدك الكوبيلوت. إيه الكوبيلوت بالترين. إيه ما بعرف. إيه حده. يعني أنا وقت أعوزك أنت بتجي على ماي لاين، وقت تعوزني أنا بجي. بس أوقات ما فيك ضلك مثل خيالي، وإذا بتبرم ما بتلاقيني يعني أنا صرت مني منيحة. اكزاكتلي exactly. أوقات كتير منضيع بتصير شخصية البارتنر تبعنا إذا بدك مندمجة بشخصيتنا، وما فينا نعمل شيء، لا أنا فيني أعمل شيء بلا البارتنر تبعي ولا هو في يعمل شيء بلا البارتنر تبعه. أو أنا لازم نصير نحب نفس القصص. ما ضروري. This is not healthy I think. مشان هيك صعبة. صعبة إنه تلاقي حدا يكون إذا بدك عنده his own character his own mind بيفكر بشخصه بنفسه يكون independent كبنت. أنت عم تحكي بمجتمعنا صعبة. لا لا هي حيالة بنت، كل شخص عنده his own character و mind وكل شيء. صعبة تلاقي شخص عنده zero expectations منك. طيب أنا بقول لك العكس، أنا بقول لك شفت كتير بنات كلهم قالوا they're single because اليوم عم بيتلاقوا بشباب وثلاث أرباع الشباب يلي بيلتقوا فيهم they're not serious، بدهم either you know they have one idea in mind or بدهم يتسلوا. صح. or كمان البنات عندهم هيدا الرأي بيقولوا، مشان هيك ثلاث أرباعهم عم بيكونوا single. صح. هون نرجع على مجتمعنا، لأنه نحن منستعمل بالانكونسيون تبعنا، احنا بنعرف ليه ما بدنا نكون مع حدا يعني سيريس از يو سيد ريليشنشيب، سمبلي لانه نسبه هائله من الشباب مني وجر باعماري they cannot be in a serious relationship اصلا. They cannot afford you they mean? They cannot afford financially. ببقى عشوائية القصة، يلا خليني اتجوز اجيب اولاد. صرت بتفكر صرت بتعرفي انه لا ما فينا شيء. ايه بس يي يي روق علي كانت وياهم وياهم تفضل. يعني انت عم تقول انه ريلاسيون سيريوس بس بدها تودي للزواج، يعني فيك مش انتوا اثنين بتحبوا بعض فايتين بريلاسيون احنا سيريوس سوا بس ما عم نفكر هلا بالزواج، ما فيها ما تودي للجواز، بس في باز بده يكون انه نحن ما عم نلعب فيها ما تزبط، في الواحد يكون جاهز وهي جاهزة وما تزبط بعدين وما اسمها تضيع وقت. طيب وبركي مثلا أنا ماني مفكرة بالزواج ولا أنت مفكر بالزواج، يعني أوكي. مش مفكرين أوريدي. أوكي. ما فينا نكون سوا ونكون لويل لبعضنا وتكون بقى لويالتي إذا ماست أني واي. إيه. أكيد. بس أنا بالنسبة لألي اليوم لو بتجي بنت بتقلي ما أنا كمان وأني مفكرة ما بكون بسيريس ريليشنشيب، لأنه it's not about نيناتنا ما يكون بدنا because maybe ما في طريق مفتوحة بعدين. إيه إنه يعني عارف إنه في dead end بالآخر يمكن. صح. إنه أنا هيدا الشخص يمكن مش يمكن لا يمكن إيه يمكن بس بطلنا بعمل to gamble and risk. يمكن لا بس أعرف إنه أنا صار جاهز أصلا الأبروتش تبعي بيتغير والبنت كمان نفس الشيء من الأساس بتكون مبنية على غير عليها انه انا قادر زبطت زبطت ما زبطت ما زبطت بس ماني قادر ويلا. انت بدي اسألك سؤال، انت ونايم بالإكنوز تبعك قلت لي you are single صح؟ I am single not ready to mingle not ready. طب السؤال على سيرة السنجل، بتعرف هلا اليوم ايامنا نحن صارت اسهل شوي للشباب وللبنات انه يتعرفوا على بعض، في شيء اسمه dating apps. نعم. Yeah. Have you ever used a dating app? All of them. تندر يعني ها؟ مهضوم من تندر بسميها سوبر ماركت. لا ديتينج أبس هاي منشيلها هاي لا هاي منشيلها هاي لا أكيد فيت على ديتينج أبس. وأنا هلأ اللي رح أخطبها تعرفنا على تندر بس لأنه صار فيها السبيشل بوند بيناتنا علقنا عليها ومحينا دغري التندر. شو رأيك بالديتينج أبس؟ من بقصص حلوه بقصص بشعه، لانه اليوم بابا عندك الحشريه لايف تو ابروتش حدا انت بيعجبك بطريقه مرتبه، بالعكس صرت دغري بس بتاخذ اسمه وبتقولي لاحقه حدا قال لي انه ميديا لاحق، حدا قال لي انه اذا بدك بيقتش عندك هيدي اللهفه انه انا اعمل افورت اتعرف على بنت، لانه في حال انا على اب عجبتني تعرفت عليها لا في تشويس ثاني لا في تشويس ثالث لا صح. في تشويس رابع، يعني صرنا صح. مثل كانه والعكس صحيح هي عندها كمان مجله عم نقي من هالمجله ماي تشويسز. هي ما بتحس انه هذا الشيء بخلينا نفقد عن جد
فكرة إنه كيف the old traditional way كيف كنا نتعرف على بعض من ميلة هيك ومن ميلة مسهلة كتير أمور لأنه اليوم صار يعني أول ديت صار بينعمل قراية بلا ما اثنيناتهم يعرفوا فيه. هلا في كتير بنات أنا سمعت منهم قالوا لي نحن ما منفوت على dating app لأنه بالنسبة لنا الشاب اللي فايت على dating app هو معروف شو نويه، معروف هو شو عم بينقي. حسب شو الأب. يعني صار عندك two societies of صح. أف إذا بدك مقسوم المجتمع باثنين الشباب والبنات اللي بيقولوا لا لإلي هيدا الأب معمولة لمبتغى معين إنه أنا أنيزي ديت إذا بدك وناس تانين بيقولوا لا سهلت لنا حياتنا نحن تعرفنا على الأب وعشوي رح نتجوز من وراء الأب في كتير ناس هيك صح كمان صح طب شو يعني مرة أنت ظهرت مع واحدة بتندر مثلا شو حشورة مريضة مش الحال بينكم لفترة يعني وما بعرف هذا رح يزعجكم جوابي بس أنا الابروتش تبعي على تندر غير فيسبوك غير انستغرام معقولة كتير اتعرف على وحدة على فيسبوك على انستغرام ويمشي الحال بيناتنا ايه اكيد صارت بس تندر انا شو قلتها يعني تندر غير شيء بالنسبة لي غير شيء انا ايه بالنسبة لي بيرسونلي ما بعرف بس بالنسبة لي تندر از خلص عجبتيني عجبنا بعض يلا امتين بدي اشوف فيك ماريا هالمرة حبيت تلعبنا لعبة ما بعرف يمكن كان جاي عبالها تتسلى فينا شوي قررت انه انا اخد دور الشاب وشارلي ياخد دور البنت أوكي. اول شيء انت يا حلوة اذا ضيقت من البارتنير تبعك بتحبي انه يكون بعيد عنك ولا توجد اتنشن يعني يعطيك يجي لعندك شو بك do you like يعني to take your space or بحب يحس فيه اذا عبالي انه يكون هلا حد like physically حد ولا يكون عاطيني السبيس بحب يحس فيه اوكي انت بتحب بعد شوي عنك تترك لك شوي كان دقيقه لحالك ولا بدي اروح العب مع اصحابك بلاي ستيشن تحل عن طيزك غير ترضى لحالك حضر لك شي موفي بينك وبين حالك لا بس انا كشاب لو كنت شاب يمكن اذا بحب اخذ شوية سبيس بس بحب اعرف انه كمان نفس الشيء بحب اعرف انه هي حاسه فيني يعني بحب اعرف انه هي مش انه تركتني على جنب ومش حاسه فيني ان شاء الله اعطيتني ماي سبيس بس بعرف انه هي زعلانه مثلي او حاسه باللي انا حاسته I would love انه عرفت طيب ليه بتعتقد انه الشاب ممكن يخون وانت بدك تقول انه ليه بتعتقد ممكن البنت تخون اوكي بلشي تبلش انا بعتقد انه الشباب كبنت ما بيشبعوا الشباب ولو شو ما عملتينهم بضل بدهم اوقات يطلعوا برا ويخيخنوا بيخونوا بيهددوا مش بيخونوا اكثر وبي تيك ادفانتج عنا نحن البنات لانه ما بيطلع عليهم صيت بسرعه وما بيطلع عليهم اشاعات مثلنا سو اسهل لهم منا نحن والله لازم يتقمص فيك بنت بتزبط على قد ايه شفتي انا فيري جود بارتنر بحس باثنين والله يعني انت كشاب اذا خانتك صاحبتك ليش بتقول انه ممكن تكون خانتك هلا اذا كشاب بسميها اسامي انا بستحق اقولهم بس بسميها اسم انه عرفتي الاسم ايه انه منا بنت منيحه ساقطه هي ساقطه بيقول الشاب او منا مربيه او ما بعرف بلا بهالشغلة وبس لخانت مني معبي لعينك فيا شي هيك كشاب عم بحكي ايه حسب ابدا لا الحمد لله انا خنت ما بعرف اذا عم بيقرون اذا متفقين على الخيانة بطل اسمها خيانة اضطريت يا حرام انجبرت بقى بتخيل شوي صعبة انه اللي التاني صارحه انه يجي يسامحه ولو كان كتير صريح فيها للخبرية بتركه بمشا انه قالوا خلص مش ماشي الحال هاي كيفك شو عامل if you were in a relationship وانخنت معقول تسامح الخيانة لا ما بسامح ولا بدي اتسامح بس خون ولو خانت من ورا تقصير ما انت قصرته هاي حجة تركيني وروح بتفضل انه تترك ايه طبعا طبعا طيب اكيد انا انت بتحس حالك انه معقول تقول اذا في حال انت حسيت انه مش بحس حالي اوكي يلا انا بابا بدي كفي معك لما بدي اخونك حق او ماي بارتنر يعرف الحقيقه وهو اللي يقرر شو يصير مش انا خوفه من اني اخسر وخبي عليه لانه هيدا حقه انت ونايم قلت لي
You cheated ولا هي مش عيلة ولا قلت لي الحقيقة ولا أدكت أكيد أكيد هو الواحد يتعلم من حاله. أنا عندي السؤال لكم. تفضلي ماريا. لوين بتشوفوا أنه صار في خيانة؟ يعني الخيانة هي بس جسدية ولا هي ممكن تكون فكرية ممكن تكون؟ طبعا أنا لقلي حتى الفكرية أكيد. أنا شخصيا لقلي أنه في شخص يتطلع وما يشوف وفي شخص اللي معك يتطلع وتشيك هير اوت من فوق لتحت يعني عم بتطلع فيك من فوق لتحت هيدي النظره بتفرق هي اللي مش ما بتنحجب بلا بتنحجب واللي عن جد عينه هالقد بده يطلع من فوق لتحت على شخص معناتها هذا الشخص منه شبعان يمكن عينه منه شبعانه اي دون نو انا اليوم فيني اكون قاعد انا وياك ونحن مع بعض وتجي حدا ويقول لك مش معقول شو الوجه اللي عليا ايه. واو لانه النظر ما بينحجب ولانه بكون مهبول اذا ما قلتها ولانه طبعًا. انت بتحسي فيه ورح تعرفي انه لقيتها حلوه طبعا سو النظر ما بينحجب بس هي الفكر يعني اليوم الوحده وقتها تتعرف على واحد او واحد يتعرف على وحده ويروح على البيت يصير ناطر منها انها تنزل صوره ليحكي هو اياها هي خيانه بس انا لإلي اذا عن جد there is cheating in a relationship it should be في خلل ما مش ضروري من الشخص اللي خان اوقات اللي بيخون بيبقى هو كمان الضحيه انتبه يعني أكيد أكيد أكيد. لسبب لاضطر يخون واوقات العكس بيكون هو الظالم يعني مش ضروري كمان هو يكون الضحيه أكيد. بس انا برايي لازم يكون في نقص ما والا لازم مستحيل. يكون في نقص ما ده بعتقد انه again القناعه كنز ما بيفهم honestly القناعة والشبع يعني اليوم الإنسان لازم يشبع at a certain point أنا شوي على فكرة قصة إنه بس يكونوا اثنين بعلاقة إن كانوا مزوجين أو relationship قصة passwords وهيك ما كتير بفهمها لأنه بعتبر إنه أنتوا اثنينكم بعلاقة صرتوا شخص واحد أنا ليش بحاجة إنه حط password مثلا في كتير عالم ممنوع دقله بتليفونه ممنوع يدقله بتليفوني ما بعرف شو الباسورد تبعه هاي أنا ما بفهمها لأنه ليش بده يكون في password بين اثنين already خلص ما هو الاثنين صاروا شخص واحد مفروض يكون يعني عندك شو عندي خبيه عنك لما بدي أعطيك my password أو ما بدك تعطيني your password أو ليش كل ما بدي أحمل تليفونك اللي هو أنت نحن وياك بعلاقة كل ما بدي أحمل تليفونك بدي أحس بتقلة إنه هلأ معقول يقول شيء أنا بحمل تليفون جوزي كأنه تليفوني وبطلب منه أو قد بقعد بتسلى عليه وبفتحه بعد من الأول بعدين ناطرة التليفون لتحس عليه ما خلص واحد بس يصير عايش مع التاني وعن جد بحبه من فوقته من الباب بيعرف من بيقرأ كل شيء بحس فيه ما بقى في لزوم لهول القصص ماني ناطر انا بقدر اعرف اذا صاحبتها في واحد عجبها بلا ما تحكي بلا من فوتتها طبعا Do you believe من بعد كل اللي حكيناه بانه a happy ending relationship or be relationship انه معقول تضل forever Yes I do believe is a relationship اللي انا صرت سميها partnership بقى سميها relationship لأنه فاصل love عن هيدا الشيء I do believe أنه أكيد أنا وغيري من لقى حدا أحب أنه أنا وياه يكون عنا عائلة بغض النظر عن إذا أنا وياه اتفقنا forever والعكس صحيح a relationship is a partnership يعني ما فينا No you cannot say that maybe ما قطعت فيه ما عم تحكي أنا maybe the love لأنه love في concept misconcept بالعالم أنه الحب بيوجع مع انه الحب هو احلى شيء وما لازم يكون بيوجع بس ما خصه بالريليشن شيب بس تقطع بالحب فكره مغرمه بناس ما انا لك بس تقطع بالحب ما بيوجع ويجي ايزلي يجي لحاله This is true بتفكر هيك كل واحد له وجعه كل واحد له طعم الوجع انتبه الوجع المشاكل والغيره شيء ووجع انه تتوجع لانه بتخاف تخسر هالشخص شيء ثاني بس هيدا there is something like that I don't know maybe in my world إن شاء الله. I don't know لا أنا سؤال لإلك إيه يلا اسألني لأنه عبالي إيش وحدة تقول لي yes I am happily married like crazy I am happily married of course في منهم no I am happily married كتبت status في شي مرة مجوزة ومبسوطة أو لا أوكي لا أنا كتير مبسوطة لا بس إنه I don't feel I'm married يمكن لو بحس حالي إنه أنا مجوزة أو تغير شي بحياتي يمكن كنت بحس إنه بس أنا ما بحس حالي مزوجة ما بحس إنه تغير إنه because I feel إنه I have my best friend he's my best friend تعلمت من حالي كتير وتعلمت من الناس اللي حوالي كتير الريليشن شيبس بعقده والغرام شغله كتير 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 حلوه دائما لها حدود وقت اللي لازم دائما نفكر بمنطق
لانه عم شوف نسبه هائله من العالم عم تتدهور بعلاقات منا منطقيه من الاساس. العلاقات اللي بنفوت فيها من دون قصدنا انكونشسلي، لانه نحن شعب تتربينا جنون وبحب من كل قلبه ما بيفكر بالكونسيكونس الا لبعدين. ما في انسان ما بيستاهل ينحب مما كان يكون، ما في انسان ما بيستاهل ينغرم فيه مما كان يكون، لو قد ما كان عمره لو كيف ما كان شكله، ما في شك. ستيل وقت انه نغرم بحدا مرتبط دجا او مجوز دجا، هيدا اكبر غلطه معقول نعملها بحياتنا بحق حالنا وبحق البنت اللي عم نغرم فيها، لانه لو بالفعل رح نحبها من كل قلبنا وتسداد ان بالنهايه ما لازم نبلش فيها. شيء بالحياة يلي بيخون مرة بيخون مئة مرة. عندي أمل إنه هيدا المثل في ما ينطبق على كل خاين. أنت شو رأيك؟